اهلا عطيه، بالفعل مباراه كانت مثيره جدا النهارده ومتكافئه بين فريقين اوروبيين عندهم نجوم كتيره في كل المراكز. ردود افعال كبيره بعد المباراه والبدايه مع الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر، واللي نشر عده تغريدات تعليقا على الفوز الفرنسي على المنتخب البلجيكي وتمكنه من الوصول لنهائي كاس العالم. اول تغريده معانا قال الفيفا فيها ان فرنسا بالفوز ده هتكون سادس دوله بتوصل لنهائي كاس العالم للمره الثالثه، وذكر الحساب ان المانيا هي اكتر فريق وصل لنهائي كاس العالم برصيد 8 مرات، يجي بعدها البرازيل بالتساوي مع ايطاليا 6 مرات والارجنتين 5 مرات واخيرا هولندا وفرنسا 3 مرات. نروح لتغريده ثانيه للفيفا على نفس لقاء فرنسا وبلجيكا، اللي قال فيها الحساب ان فرنسا بالفوز ده قدرت انها تنهي سلسله اللا هزيمه للمنتخب البلجيكي اللي دامت ل 24 مباراه متتاليه علشان تتاهل فرنسا للمره الثالثه في تاريخها. اخر تويتات الحساب الرسمي للفيفا معانا النهارده كانت عن اللاعب الفرنسي ومدافع نادي برشلونه الاسباني سامويل اوميتيتي، اللي اعلن الفيفا فوزه بلقب افضل لاعب في اللقاء ده طبعا بعد ما قدم اداء دفاعي مبهر بالاضافه لتسجيله لهدف المباراه الوحيد. نروح للحساب الرسمي للموقع الرياضي سكواكا، ولسه مكملين مع مباراة بلجيكا وفرنسا. الموقع قال إحصائية طريفة بأن مجموع عدد اللاعبين اللي بيلعبوا في أندية الدوري الإنجليزي وهيبدأوا كأساسيين في مباراة بلجيكا وفرنسا بلغ 14 لاعب، هيكون أكتر من مجموع لاعبي الدوري الإنجليزي اللي ممكن يلعبوا في مباراة بكرة اللي هتجمع بين كرواتيا وإنجلترا واللي بيضموا مع بعض بأقصى تقدير 12 لاعب بس. نروح لمباراة بكرة المرتقبة بين المنتخب الإنجليزي والكرواتي ونشوف تغريدة للمهاجم الشاب ماركوس راشفورد اللي نشر صورة دي مع أحد أعضاء الجهاز الفني وكتب إنه هيبذل كل ما في وسعه في المباراة من أجل المشجعين وأيضا من أجل الجهاز الفني. على الجانب الآخر نشر خط وسط برشلونة والمنتخب الكرواتي إيفان راكيتيتش صور ليه هو وزمايله أثناء التمرين وكتب لنكمل الحلم، ده طبعا أملا في أن كرواتيا تحقق الفوز على إنجلترا وتوصل للدور النهائي لأول مرة في التاريخ. نخرج بره عالم كاس العالم ونروح للصفقة الأهم في الوقت الحالي، وهي صفقة انتقال أفضل لاعب في العالم لخمس مرات كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس الإيطالي. فنشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني فيديو وعلق عليه وكتب شكرا على اللعب في أفضل دوري في العالم. في نفس السياق نكمل مع بعض في نفس السياق كتب الحساب الرسمي نادي ليوفنتوس الإيطالي تعليق مليء بالتحدي وقال البطل جاء لحصد المزيد من البطولات واختار الأفضل في إيطاليا. زملاء رونالدو في ريال مدريد طبعا كتبوا رسائل وداع عبر حساباتهم الرسميه على تويتر، فكتب كابتن الفريق ومنتخب اسبانيا سيرجيو راموس وقال كل اهدافك اللي سجلتها والارقام اللي حققناها سوا بتتكلم عن نفسها وان رونالدو حجز لنفسه مكانه تاريخيه في صفوف ريال مدريد. واخيرا تمنى راموس التوفيق لرونالدو وقال له انه كان شرف كبير انه جات له الفرصه انهم يلعبوا مع بعض في فريق واحد. علق أيضا لاعب ريال مدريد ونجم المنتخب الويلزي جاريث بيل وقال إن رونالدو لاعب مذهل وصاحب مستوى عالي، وأضاف إنه كان شرف كبير للعب بجوار رونالدو لمدة خمس سنين، وأخيرا تمنى لرونالدو الحظ الطيب في المستقبل. وبكده يا عطية تكون خلصت فقرة السوشيال ميديا، وأرجع لك تاني لاستكمال فقرات برنامج هنا روسيا.